السلام عليكم البنيات يا الوليدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. انا اليوم غندير معكم الرايه في الفران ان شاء الله يا ربي. انا راه نقيتها على راسي، مبغاوش ينقيو عليا في الميركاتو. ها تقبلوا عليا وصافي تنقيه كي جات، عمرني ما نقيتها. يلا بسم الله. نعدي هنا 10 ديال الهريسه وشويه التحميره، شويه الكمون، شويه الملحه، شويه البزار، شويه الخرقوم. بسم الله. عندي كتومة وقزبر وشوية المعدنوس. بسم الله. عصير ديال الحامضة. بسم الله. عندي شوية زيت العود. بسم الله. بنيت الشرمينات كي جات، ها الشرمينة كي جات، ها بنياتي ها الشرميلة، غنشرملو إن شاء الله ونديرو في الفران. أنا مكنبغوش قليان بزاف، هما قليان اللهم نديرو في الفران. غندير شوية بطاطا، ندير بطاطا هي لتحت إن شاء الله. هذا ندير الحوت وندير الفلفلة ومطيشة الله يعطيك. ندير واحد شوية الفلفل لتحت. بسم الله. نقع عليا في الميركاتو، قالت لي ما نقيش ليك، دي راه كان طيبي طيبي بكاك، طيب بحال بكاك ما كتنقاش، قالت لي.
سميتي واش كيبان لكم ولا لا؟ انا كنصور ندير شويه زيت العود في هاد الفرميله باش نديرها عليه، ما كندير لا ما لا والو. باش نزيد عليها ان شاء الله. ها انا بنياتي غندير شويه الزيتون شويه الحامض مقطع. انا بنياتي غندخل دابا الفران ان شاء الله تطيب ونرجع معكم ان شاء الله. يا هانتو بنياتي غندير سلطه ديال اللوبيا. بسم الله هاد اللوبيا كتباع عندنا حنايا مسلوقه في الكاك. بسم الله غندير معها بصيله ومطيشه وشويه الثوم كتجي زوينه. ندير مطيشات صغيره، هادو ماشي الشرطه د المطيشه الصغيره اللي كاين. ربعة الحبات ندير حك ديال الطون اوكي ديرها شوية بنياتي شوية بزاف. شوية الملحة شوية زيت العود اللي بغا اللي ما بغاش الثوم ما يديرهاش. ها انتما بنياتي كتجي زوينه هادي، ولا كتجي زوينه هاد اللوبيا كتجي بنينه مع البصله والطول. ديرو فيها مطيشه معكم ان شاء الله. ها انتمياتي غندير معكم السلطه ديال الفروي اللي كيقول لها سلطه ديال الفروي، كاين اللي بغاها كل واحد اش كيقول ليها. ها انت عدينا البنان والفريز والليمون وشويه وشويه التفاح، هذاك الشيء اللي عندي غنقضي به، داك الشيء اللي عندي في الدار ندرتو. ها كاين اللي يدير كاع اكثر، اللي عندك فروي بزاف ديسير بزاف ديري. بسم الله غندير معنا العصير، غندير معاه حامضه عصير صح حامضه صافي، غندير فيه حتى حاجه. اللي بغيتو ديرو فيه دانون، اللي بغيتو ديرو فيه
عصروا فيه الليمون. انا ما غنديرش فيه داكشي مع دايره الحوت، قلت ندير حامض وعصرت ليمونه وحده وحامضه وحده صافي. دابا نيات راه حنا كنديرو عشاء وفطور ونديرو سحور وفطور كنديرو السحور، راه باقي عندنا رمضان، حنا باقي نصايبين حنا وليداتنا ان شاء الله. يا ربي الله يتقبل منا يا ربي ومنكم. الليمون انا نقيته حيت ليه عج الجلفة، ها انتم نياتي عصرت ليمونه ها هي بسم الله، عصرت حامضه وندير السنيده بسم الله. انا درت ثلاثه معالق ونص، اللي بغى يدير اكثر يدير، اللي بغى كل واحد على قياسه. بسم الله كل شيء معلم وكل شيء كيعرف عطا، نبغى نشاركوا معاكم وصافي. نبغى نتوانسوا معاكم ونتحدثوا معاكم كاين اللي يدير فيه دانو، كاين اللي يدير فيه ديك الكريمه اللي كتباع، كل واحد اش كيدير فيه. انا مع دايره الحوت ما بغيتش نديرو كاكا ثقيل، بغيت نديرو خفيف بحال هكا. الليمون والحامض اللي ما يبغيش ياكلوا لي الدراري الديسير يديروا لي مهكا. وانا بنيتي تنسالي ورجع معاكم. السلام عليكم احترام المشاهدين، لاباس عليكم هانين كنتي لاباس؟ الحمد لله الله يبارك فيكم. احنا راه عندنا بقعدنا شوال الحمد لله، بقعد الحمد لله بقعد الشوك صفير ما بقى ذلك السير وهذه السيد بقي وفطر صراحه كل شيء الوردات الرايه وهذه ناكل نقول لكم الرايه ذات الفطور ان شاء الله. قربي نشوف قربي نشوف ان شاء الله.
حنا الرايه اليوم هذا حتى الرايه وبغات كاع تصايبه ليا في هذا صايبتها راسي دارت معاه بغات كاع تنقى ليا بصح قالت لكم كينقيوهاش علاش ما نقيتهاش الميركاتو واش تنقيتها راسي بغيت نقى لكم الميركاتو ها انتم اخوتي ها انتم فطورنا شكوا معنا ان شاء الله ورا اليوم 3 ايام في الشوال الله يتقبل منا ومنكم ان شاء الله باقي لنا 3 ايام اخرى الله يتقبل منا يا رب من الله تعالى يتقبل منا هذا الشوال وهذا سيدنا رمضان اللي فات ان شاء الله ونتلاقاو شهر رمضان اخر ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله الى بقينا حيين نتمنوا ان شاء الله نصوموا العام الاخر ان شاء الله ان شاء الله يلا بنياتي وليداتي وخوتي وخواتاتي وهذا الشيء اللي قصد الله شاركناه معاكم ايوا الله يتقبل منا ومنكم يا ربي الله يتقبل منا ومنكم حنا باقي نصايمين باقي عندنا رمضان باقي نصايمين حنا وليداتنا باقي عندنا رمضان الحمد لله يا ربي الحمد لله هات هاي النعناع يلا السلام عليكم وديروا جيم وديروا ليا جيم وديروا ابوني ودخلوا عندنا القناة الله يرحم الوالدين والسلام عليكم وفيديو اخر جديد ان شاء الله يا ربي يلا السلام عليكم السلام عليكم